ورحمة الله وبركاته كشف الإعلامي مينا ماهر المذيع في قناة الزمالك عن رحيل اللاعب البنيني ساميون أكنينولا عن نادي الزمالك رسميا وكتب مينا ماهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا الزمالك استقر على رحيل سامسون بشكل رسمي يذكر أن اللاعب لم يقدم أي جديد في هجوم الزمالك الموسم الحالي ويبدو بالفعل أنه سيكون أول الراحلين يا جماعة صفقات دي لازم نجربها مرة واتنين وعشرة اللعب ده ما لعبش كم مباراة حلو لك بالله